بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم جميعا، وارحب فيكم اخواني واخواتي في هذه الورشة المتخصصة التمهيدية لإعداد الأساتذة خاصة الناطقين باللغة العربية لبرامج الدراسات العليا في اقتصاد الإلهام. باسمي وباسم المشروع العالمي لاقتصاد الإلهام، المشروع الدولي لاقتصاد الإلهام، والمعهد الدولي للاقتصاد الإلهام، جمعيات اقتصاد الإلهام، وأيضا شركاء اقتصاد الإلهام، وأيضا اقتصاد الشباب واقتصاد المرونة. يسرني في الحقيقة أن أرحب فيكم، لأن هذه الخطوة هي تعتبر من أهم الخطوات بالنسبة لنا في 2021، وهي خطوة متقدمة في الحقيقة لسنوات احنا كنا نعمل عليها منذ إنشاء المشروع العالمي لاقتصاد الإلهام. طبعا الهدف من الورشة هذه هي في الحقيقة ان احنا نستعد جميعا لبرنامج الماجستير ثم برنامج الدكتوراه إن شاء الله، والذي يعتبر هو يعني باكورة برامجنا الأكاديمية في العالم كله، بالتعاون مع عدة جامعات في العالم، وبدءا بالجامعات الأولى التي ستكون هي في الحقيقة كامبريدج يونيفرسيتي في سويسرا، وهي جامعة خاصة في سويسرية، وأيضا جامعة أم دربان الإسلامية في السودان، جامعة معروفة طبعا، وهي مهم هؤلاء هم مؤسسي علم الاقتصاد الإسلامي في الحقيقة، ثم أيضا بالتعاون مع الجامعة المتوسطية في تونس وجامعة بيغوس في إيطاليا ومالطا. طبعا احنا راح نتكلم في تركيز أساسي على برنامج الماجستير لكم كأساتذة، ولكن أيضا هذا أيضا يعدكم حق برنامج الدكتوراه وكيف التعامل معه في المستقبل إن شاء الله. وسوف يكون هناك يعني أكيد ورش أخرى لاحقة، هذه ما هي إلا ورشة تمهيدية تعد الأستاذ بطريقة سريعة حق البرنامج وأهم مفاهيمه. طبعا المشروع العالمي لاقتصاد الإلهام هو مشروع كبير، حطينا لكم يعني بس نبدأ عن أن كيف أن المشروع هذا انطلق في 2015، ولكن فكرة اقتصاد الإلهام بدأ في 2013 في الحقيقة من خلال مجلة علمية تأسست في البحرين، ثم انطلقت كمجلة في أمريكا، واليوم مجلة صار لها أكثر من 6 أو 7 سنوات بجانب مجلة اقتصاد الشباب. طبعا كان من بداية 2015 مشاريع اقتصاد الإلهام في جمعيات اقتصاد الإلهام، في شراكات دولية، في صناديق وقفية، في برنامج عضوية، ولو أن هذه الأشياء يمكن غير مفعلة بالحقيقة بالطريقة اللي احنا بيها، ولكن هي موجودة يعني على أرض الواقع موجودة. مختبرات الإلهام أيضا طبعا انطلقت في عدة دول، اليوم احنا نتكلم على أكثر من 300 مختبر صار في أكثر من تقريبا 35 دولة. نعمل على مؤشرات الاقتصاد الإلهام، وأيضا نعمل على برامج في الحقيقة هي في المستقبل لأفضل الممارسات في موضوع اقتصاد الإلهام. طبعا احنا نشتغل أيضا في موضوع قنوات التواصل والسوشيال ميديا بشكل عام، عندنا مؤتمرات، عندنا مثل ما قلت مجلات محكمة، عندنا ورش عمل، عندنا مسابقات، ونعمل على برامج مثل القيادات الملهمة، برامج الحلول الملهمة، برامج تعاقدية مع جهات هي ارتأت أن تعد كوادرها أو تعد مجتمعاتها في هذا المجال. ولكن اللي ما يهمني الان هو ان احنا كنا حاطين خطه في الحقيقه من 2000 لنصل الى برامج دراسات عليا وتنطلق في 2017، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. وايضا الحقيقه كل انسان سبحان الله كل ما يفهم انه هو في موضوع معين يتخصص فيه يحس انه هو جاهل فيه، فلذلك ارتئينا ان ناخر الموضوع حتى يمر 5 سنوات على رحلة إنشاء اقتصاد الإلهام، وفعلا في 2020 كان الهدف، ولكن طبعا جاءت الجائحة فأخرنا إلى 2021، وانطلقنا من بداية هذا السنة في التواصل مع عدة جامعات في العالم، تقريبا تواصلنا مع 30 أو 40 جامعة
تقريبا استطيع اقول لكم اخواني اخواتي، يعني تقريبا نصهم هم ابدوا اعجاب في البرنامج، اعجاب في مفهوم قصص الالهام كمفهوم مبتكر لحل المشاكل، وخاصه في ما بعد الجائحه. العالم سوف يتغير كما تعرفون بشكل كبير، ولكن البعض اعتذر او قال اخرونا لفتره لاحقه بسبب تعرفون الاوضاع اللي قاعده تتغير في العالم بشكل عام. لذلك هو طبعا فكرة صل الإلهام، وهو يتكلم على صناعة الإلهام، هندسة الإلهام، عملة الإلهام، مختبرات الإلهام، الإنتاجية في مفهوم من خلال الإلهام، ممارسات الملهمة، مصادر الإلهام هي أي، ما هي ممكنات الإلهام، ما هي ومقاييس مؤشرات الإلهام. كل هذه وضعت في الحقيقة في من خلال عدة نظريات، عدة كتب، وعدة ورقات علمية، وعدة مؤتمرات، حتى وصلنا إلى هذا المفهوم. والمشروع الدولي لاقتصاد الإلهام ما هو إلا عبارة عن تجمع الاقتصادات الأربعة الرئيسية. إحنا تكلمنا مثلا عن اقتصاد الإلهام واقتصاد التكيف والمرونة. اقتصاد الإلهام هو يركز على صناعة واستكشاف الفرص من خلال الملاحظة وقوة الملاحظة والتركيز. اقتصاد التكيف هو يركز على عملة المرونة من خلال صناعة الاستدامة في استعادة جاهزية طبعا المجتمعات والتعامل مع الصدمات في الحياة. اقتصاد الشباب يبني على روح الشباب وطاقة الشباب من خلال أنه يبني المبادرة العلمية الصحيحة اللي تساهم في صناعة الإبداع والمرونة والريادة واللي يتميزون فيها في الحقيقة الشباب. ولكن في اقتصاد ايضا رابع احنا دائما نستخدمه، ما نذكره كاقتصادات رئيسيه لكنه اقتصاد رئيسي في عملنا، لانه دائما حينما تتعامل مع اي مشكله يعني اليوم لازم تنظر لها الى ايضا كيف راح تكون في المستقبل، او كيف راح تتطور المشكله في المستقبل، او ما هي المشكلات اللي في المستقبل التي يجب ان تعمل عليها الان. لذلك احنا عندنا ايضا اقتصاد استشراف المستقبل، هو صناعه حلول في الحقيقه ملهمه لتحديات المستقبل من الآن. هذه الاقتصادات الأربعة تشكل هندسة ما يسمى قيمة الشعور بالآخر، أو ما يسمى الـ Empathetic Thinking. هذه مقدمة حبيت أقول لكم إياها، لأن في الحقيقة حينما وضعنا خطة لانتشار البرنامج عالمي أكاديمي في اقتصاد الإلهام يكون محكم بكوراني، كان هذه في جزء من الخطة اللي تكلمنا عن اللي وضعناها كأساس عشان ننطلق إلى مراحل في الحقيقة للبرنامج، بحيث أن يصير البرنامج الماستر ديجري هو برنامج فعلا عالمي يتميز بالتطبيق والتجريب، يتميز بالبحث العلمي، يتميز أن هناك مؤسسات الطبقة، وينتقل من خلال مراحل معينة، مرحلة الوعي والاستيعاب والقبول والإدراك والاستنتاج، ينتقل إلى في المجتمع ويتدرج بحيث أن نشوف أثره من خلال نماذج حية موجودة في المجتمع، ويكون من خلال شراكة في التطبيق وتعاضد أيضا في عملية التطبيق بالذات. فلذلك هي خطة نتمنى إن شاء الله تكون هي فعلا احنا وصلنا إلى المكان الصح، لأن جربنا في الحقيقة مع 6 جامعات في أوروبا وآسيا وأفريقيا، في سلوفينيا، في البوسنة، في المغرب، في موريتانيا، في عدة دول. احنا لما دخلنا لهذه الدول احنا ركزنا ان نتعاون مع الجامعات او نصل الى الجامعات ونعطي محاضرات في الجامعات هذه الدول، لكي نحكم تجربة في غانا، في السودان، طبعا في دول الخليج ايضا، في عدة جامعات في الكويت، في البحرين وغيرها، اللي حاولنا نحاضر في الجامعات اساس نوصل المعنى إلى في الحقيقة القرار الأكاديمي أو الطاقم الأكاديمي الذي احنا نستهدفه. وطبعا أيضا حاولنا نشبك في الحقيقة مع عدة منظمات مجتمع مدني، ونشبك بين منظمات المجتمع المدني والجامعات. وهذا طبعا الآن احنا قاعد نتكلم على مرور 5 سنوات، ولذلك احنا نحس ان احنا من خلالكم ان شاء الله مستعدين لرحلة سوف تنقل العالم نقلة نوعية، نتمنى أن يكون إحنا خاصة في العالم العربي يكون قادة فيه، بالرغم أن البرنامج يمكن مثل ما تعرفون واللي تابعنا على اليوتيوب وغيره، أنه أوريدي إحنا بعد سوينا نفس المحاضرة باللغة الإنجليزية، لأن بعد إحنا نستهدف العالم كله وليس فقط العالم العربي، بالرغم أن إحنا نفتخر أن إحنا عرب ومسلمين الحمد لله. طبعا البرنامج هو يهدف إلى أن يصنع في الحقيقة الآثار التالية أو المخرجات التعلم التالية،
أول شيء معرفة متعمقة بنظريات ومنهجات اقتصاد الإلهام وكيف تطبق وارتباطها بالاقتصاد الأخرى. الشيء الآخر أن نبني العقلية والكفاءة اللازمة لتنفيذ مشاريع تطوير مختبرات الإلهام بنجاح عبر الأفراد والمؤسسات والمجتمعات. والشيء الآخر أن أيضا نبني القدرة على استخدام النهج الاقتصادي الملهم في حل المشاكل المعقدة وتطوير الاستراتيجيات في المؤسسات والمجتمعات. ان نبني ايضا نبني عند الطالب او المتخرج من هذا البرنامج اتقان الادوات اللي كيف يستخدمها بحيث انه يحل مشاكل في مجال الاقتصاد الاجتماعي او في مجتمعه او في مؤسسته بشكل عام. نبني قدره على التواصل، كيف في من خلال ثقافه اقتصاد الالهام، وكيف ان نتعامل مع القضايا وتحديات المجتمعات بحيث يعني نقدم حلول تسهم في التنميه المستدامه واللي يطالب فيها الامم المتحده ويطالب فيها العالم ويطالب فيها الانسانيين، سواء هي قضايا الفقر، الهجره، البطاله، العطاله، البيئه، الاستقرار الاسري، الشباب، المراه، وهكذا. ايضا تطوير قدرات الطلاب في على ممارسه الاقتصاد الملهم بشكل فعال وبما يحقق لهم الأثر في مجتمعاتهم طبعا. والأهم من بعد كل هذا الكلام كله أنه هو إجراء البحوث اللي تساهم في الحقيقة تحقيق مستوى عالمي يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الإلهام وتركز على البحث التطبيقي بشكل عام. طبعا المقررات الماجستير هي تعتمد على كل جامعه، ولكن احنا وضعنا المقررات التاليه، واتوقع ان اخواننا خاصه في جامعه ام درمان ساهموا بشكل كبير في صياغه الفصول او توزيع المقررات على حسب الفصول. فانا احب من خلالكم يعني اشكرهم في هذا الشيء، وخاصه انهم اخذوا البرنامج كامل قسموه على في الحقيقه على برنامج دبلوم عالي وماجستير ودكتوراه. احنا في لو نتكلم على مثلا الفصل الاول نظريات الاقتصاد الالهام، قد يكون ايضا في بعض الجامعات يسمى مقدم الاقتصاد الالهام، ثم اقتصاد المعرفه، ثم نتكلم على استراتيجيات في حلول في الاقتصاد الاجتماعي، ثم مفهوم المشاركه المجتمعيه والتنميه كيف يعمل، ثم اقتصادات طبعا الابتكار الاجتماعي وكيف تعمل سوشيال انوفيشن. احنا نعرف ان هذه اساس من اساسيات ايضا او منطلقات الاقتصاد الالهام. في الفصل الثاني سوف نركز من خلالكم ان شاء الله كأساتذة توصلون الى الطلبه معادلات اقتصاد الالهام، وهذا ما زال مجال يعني في مجال لك تكبير، ولذلك هو دور الاساتذه انهم ليس فقط ان ياخذون الماده ويقدمونها كما هي، هذا علم الان هو في مجال تطور وراح ياخذ 30 سنه حتى يستقر استقرار مبدئي. العلوم كما نعرف هي كلها دائما في تطور من طور الى اخر، وخاصة حين هذا العلم هذا علم جديد وبكل تواضع نحتاج إلى كثير من التطوير في سواء في مجال النظريات، في مجال التطبيق، في مجال المعادلات وغيرها. ثم نأتي على أيضا نقدم للطلبة ما هو الاقتصاد المرن أو اقتصاد التكيف، ما هو الريزيلينس ايكونومي، وخاصة نحتاج احنا في مجتمعاتنا العربية، لأن نعرف يعني يمكن أكثر مشاكلنا هي في الحقيقة مشاكل عدم المرونة وعدم التكيف وعدم القدرة على الاستعداد للصدمات الكبيرة. نتكلم أيضا على حلول ودراسات مستقبلية هي مطلوبة في مجتمعاتنا، ونتكلم على استراتيجيات في اقتصاد الشباب وكيف نطبقها. ثم عملة اقتصاد الإلهام ما هي، كيف تعمل، كيف هاي العملة سوف تقلل من سطوة المادة، سطوة الدولار أو العملة الأخرى التي تقوم على مفهوم الرأسمالية حتى لو تغيرت، سواء البيتكوين ولا غيرها من العملات الأخرى. في الفصل الثالث سوف نركز على التسويق في مفهوم اقتصاد الإلهام، أهمية التسويق كمبدأ الخاصة للناس الشباب اللي هم رواد الأعمال الاجتماعيين أو اللي يهدفون إلى في الحقيقة صناعة مشاريع ذات عائد على المجتمع ولكنها ربحية، social for profit يعني نسميها، هي أيضا مهم لهم هذا الكورس. ثم راح نتكلم على نماذج اقتصاد الإلهام وكيف أيضا هي موجودة، ثم مهارات البحث والتطوير المجتمعي وكيف تعمل، ثم استراتيجيات ريادة الأعمال، وأيضا نختم في هذا الفصل بمفهوم إدارة التغيير وأهميته، لأن إدارة التغيير في اقتصاد الإلهام أيضا لها منهجيات
متطورة. طبعا راح يكون الفصل الثاني الرابع عفوا بالخطأ الثاني، الفصل الرابع سوف يكون عن مشروع تخرج مرة ثانية اللي هي التخرج في الماجستير اللي هي أطروحة الماجستير، وهو احنا ما نسميه أيضا مختبر اقتصاد الهام، فهو سيكون أيضا كنوع من المختبر إن شاء الله. هذه مقدمة أولية حبيت أني أنا أشارك وياكم فيها كبداية لمنطلق إن شاء الله حق الورش القادمة، وسوف نقسم هذه الجلسات لعدة جلسات عشان يكون في استراحة في مراجعة في مناقشة من خلالكم. جزاكم الله خير، وأتمنى أن إن شاء الله يكون هذه مفتاح خير وبداية لنا جميعا. شكرا لكم وأشوفكم على خير.